السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب من فضل الله. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. اسأل. يا سيدنا ربنا في القرآن بيقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. نعم. والكل من عند الله. وفي الآية اللي بعديها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن لا تعارض أبدا. أهل الشرك كانوا يقولون كما أخبر الله عنهم: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي أنت المتسبب فيها، أنت المتسبب فيها، هكذا يصفون الرسول، أنت المتسبب فيها. فهكذا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم. فالله قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها. يعني هم لن يقولون، قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، يعني من يوم ما رأيناك يا محمد وأنت شؤم علينا، هكذا يقولون لرسول الله عليه السلام. فقال الله لهم: قل كل من عند الله. تمام. وبعدها قال: ما أصابك يا ابن آدم من حسنة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيا ابن آدم بعصيانك، لأن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.